صراحة إذا تكلمنا من جانب أرقام، نسبة الإعاقة مرتفعة هون في جهة الجنوب، يعني أكبر نسبة إعاقة على مستوى المغرب هي كاينة في جهة الجنوب. هذا المعطى ضروري جدا، يعني عندنا نسبة يعني كاين إفكتيف في الإحصاءات وهذا الشيء، كاين عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه المناطق. هذه من جانب. من جانب ثاني الحمد لله في نفس الوقت كاين مجموعة من الجمعيات العاملة في هذا المجال، في مجال الإعاقة، يعني كتهتم بهذه الفئة وعندها برامج تشتغل عليها مرتبطة بهذه الفئة. الإعاقات كاملين كاينين هم بالمنطقة يعني ولكن أنا نقد نقول عن أكثر نسبة إعاقة هون تعود كاينة حركية. أول جمعية إحنا جمعيتنا فتية أسست في سنة 2013، يعني ما هي من جمعيات نقولوا إحنا ناشطة منذ مدة طويلة، غير هذا لا ينفي أنها من نهار تأسست انخرطت في العمل على مستوى قطبين، قطب يوفر خدمات مباشرة لهذه الفئة كالترويض الطبي النفسي الحركي النطق مجموعة خدمات طبية وشبه طبية والتربية الخاصة بطبيعة الحال فائدة الأطفال خصوصا. وفي القطب الثاني يعني يهم الترافع عن حقوق هذه الفئة. اشتغلنا في مجموعة من المجالات خصوصا المجال السياسي، مجال الإعلام، يعني حاولنا نحمل هموم هذه الفئة ونعرفوا المجتمع بها ونعرفوا في هيئات الفاعلة في المجتمع بهذه الفئة وبحقوقها وبانشغالاتها. وحاولنا تعود المجتمع أصلا من الأسرة، انطلاقا من الأسرة، المحيط، المدرسة، الهيئات الحكومية، المرافق، المؤسسات العمومية، تعود ترافع يعني تحط منظور الإعاقة وبعد إعاقة في بالها، بالنسبة للحكومة، بالنسبة للمؤسسات العمومية في برامجها، بالنسبة للمدرسة خاص إدماج أطفال ذوي الإعاقة في المدرسة على نفس قدر مساواة أطفال غير ذوي الإعاقة، بالنسبة للأسرة خاص الاهتمام كيف ما تهتم الأسرة بتعليم وتدريس الأطفال من غير ذوي الإعاقة، لعندها حتى الأطفال من ذوي الإعاقة خاصة تناضل عنهم وتدافع عنهم. يعني حاول نحن تعود الإعاقة ما هي فكرة أنه الإنسان عنده حالة أنه هو ما عنده شي مقدرة، لا، راه المجتمع والمحيط هو اللي يكرس هيك الإعاقة عنده. أما إذا كان المجتمع أكسس يعني ولوج من ناحية زعما الناحية الكلية، بطبيعة الحال هيك الإعاقة كاع ملي تظهر يعني ما يلي تبان، يعني يكون الإنسان يقدر يمارس حياته اليومية بشكل عادي. لأنه وجود طفل من ذوي الإعاقة في البيت معناها ان الاشخاص ذوي الاعاقه، الاطفال ذوي الاعاقه عندهم حاجيات اكبر بنسبه اكبر، لا من الجانب المادي ولا من الجانب النفسي ولا من جانب الاهتمام الاسري والادوار ديال الاسره. صراحه الطفل من ذوي الاعاقه اغلبهم كيتناول ادويه يعني بشكل يا يعني اما شهري يوميه، وعنده حاجات في علاجيه بشكل دوري، يعني مستوى على الترويض او مستوى تناول ادويه من نوع ما او مستوى خدمات تحسين قدراته هي الجسديه والذهنيه، يعني عنده يعني نقول احنا عن تكلفه الاعاقه بالنسبه للاسره كاين مرتفعه مقارنه مع الطفل غير ذوي الاعاقه. كاينه تكلفه على مستوى الاهتمام الاسره، يعني هي غالبا احنا للاسف كنشاهدوا ان كان من خلال تعاوننا اليومي مع الاسر الاطفال ذوي الاعاقه الثقل كامل يوقع على الام، وهذا خطا، لان الام حتى هي عندها التزامات ثانيه، عندها ابناء من غير ذوي الاعاقه، يعني خاص الاب ينخرط في العمليه، خاص باقي الاخوه من غير ذوي الاعاقه ينخرطوا في العمليه، يعني ما يتم الثقة على الام، لان هذاك الثقة على الام اش كيتسبب لخدمتنا احنا على مستوى مثلا الجمعيه، ان الام تعب الملل الانسان راهو الصبر ينفذ، يعني هي يوميا يعني هو عنده حاجات مثلا يومي على مستوى الترويض، حاجات على الذهاب الى حصص نفسي حركي النطق، يعني عنده ياسر من حاجيات يومية وياسر من التنقلات وياسر متطلبات غير يعني ما هو نفس الأمر بالنسبة للأطفال. هذا كيتطلب جهد، كيتطلب مصروف، كيتطلب مساعدة، ولكن احنا للأسف كنلاحظوا عن ثقل كامل كيجي على الأسرة على الأم بالذات.
يعني الاسره ما كتكون في اغلبيه خصوصا الاب ما كيكون متعاون، كتكون الام منها كلشي. او تصور معانا ام ملزمه انها تراعي طفلها، عنده حس في السيمان ديال الترويض مثلا، عنده نفس الحركه خاصه تديه شورو، عنده النطق خاصه تمشي عنده، عنده الدواء ديالو خاصو باش ما يقبضو كريز، عنده حاجاته هو اللي عاد مازال يستعمل الكوش والحفاضات. يعني يعني هو صراحه هي التكلفه ديالو ثقيله ماديا ومعنويا، هادشي علاش خاص تضافر الاسره والمجتمع بطبيعه الحال.